اسمح لي ارحب بالدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث بالاهرام. اهلا بيك دكتور بشير. اهلا بحضرتك وضيوفك والساده المشاهدين الكرام. يعني من الساعه صباحا تحديدا انطلقت كل اللجان الانتخابيه فتحت ابوابها، الناس بدات تحضر بكل كثافه بكل فئات المجتمع حقيقي. يعني شفت المشهد ده ازاي يا فندم؟ الحقيقه مشهد يبعث على البهجه، لأن هناك انضباط في فتح اللجان والتزام بالمواعيد على مستوى 24 محافظة. هناك أيضا تهافت من الناخبين بشكل يبعث على التفاؤل، لأن التحدي أمام أي استحقاق انتخابي هو أن يتم بطريقة ديمقراطية نزيهة وأن تكون هناك نسبة مشاركة عالية. وحتى الآن المؤشرات الأولية تشي بأن الأمور تمضي في هذا الاتجاه، وتشي بأننا سنكون بصدد انتخابات توفرت لها غالبية عوامل النزاهة والحيدة، وأن هناك قناعة من قبل المواطنين بجدوى هذا الاستحقاق، ومن ثم يقبلون على المشاركة بشكل إيجابي للغاية. يبعث برسائل مهمة إلى الداخل والخارج بأن هناك وعي مصري بأهمية الممارسة السياسية وثقة في العملية الانتخابية. يعني أنا لفت انتباهي أوي دكتور بشير حقيقي كمان نسبة التمثيل الخاصة بالشباب والمرأة، وتحديدا كمان في وجه بحر والصعيد، إيه رأيك؟ طبعا المرأة المصرية هي تشكل نصف القوة الانتخابية، يعني نصف هيئة الناخبين تقريبا من المرأة، علاوة على أن الشباب تتسع دائرتهم بشكل كبير في الوعاء الانتخابي، لأنه في كل عام يدلف إلى قوائم الناخبين أسماء جديدة من الشباب ممن بلغوا سن 18 عاما، وهي السن القانونية للإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية. المرأة دائما يعني كانت سباقة كانت سباقة في المشاركة السياسية، لأنها أكثر اهتماما ووعيا، كما أن المرأة المصرية تتسم بالحصافة في واقع الأمر، دائما تشارك الرجل في المسؤولية، وهي دائما لديها وعي سياسي وحرص على المشاركة لإثبات الذات أولا، وتفاعلا منها مع قضايا مجتمعها. كما أن هناك تطور كبير طال وضع المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية. الرئيس السيسي خصص يوما للمرأة المصرية، وبدأ يعني يخصص مشاريع للمرأة المعيلة، يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة، صحيح، عام للشباب، وبالتالي هذه الفئات باتت تلقى دعما واضحا من القيادة السياسية ومن الدولة عبر مشروعات تنموية مهمة، وهذا انعكس على الوعي وانعكس على التفاعل والارتباط والثقة في الدولة وفي المسيرة السياسية. ظهرت ملامح هذه الثقة في المشاركة الواعية والكثيفة في هذه الانتخابات. طيب أخيرا دكتور بشير، النهاردة أول يوم وإحنا شايفين هذه الكثافة، رؤيتك إيه لليومين المتبقيين؟ أن تكون الكثافة في اليوم الأول بهذه الطريقة هذا أمر إيجابي للغاية، لأننا بصدد 3 أيام للانتخابات. دائما الناس المصريون معروفون بتأجيل المشاركة حتى اللحظة الأخيرة، يعني الجميع يقول لدينا 3 أيام، اليوم الأول سيكون مزدحم، دعنا ننتظر اليوم الثاني أو اليوم الثالث. فإذا كان اليوم الأول بهذا التدافع وهذه الكثافة، أتصور أن اليومين المقبلين سيشهدان مزيدا من الكثافة، خصوصا مع حملات التوعية التي تتم، والحديث عن مدى يسر وسهولة ونزاهة العملية الانتخابية، كل ذلك يشجع الناخبين على المشاركة. كان هناك أمر مهم في هذه الانتخابات وهو الوافدين، ما بين 7 إلى 10 ملايين وافد، يعني من محافظات مختلفة يعيشون في غير محافظاتهم، يعني من يعمل في الغردقة، في مثلا في شرم الشيخ، من يأتي من الصعيد ويعمل في القاهرة أو الإسكندرية. هؤلاء فيما مضى كان عليهم أن يعودوا إلى موطنهم الأصلي للإدلاء بأصواتهم وفقا لمبدأ الموطن الانتخابي، لكن هذه المرة الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التسهيل لهم سمحت لهم بالمشاركة في لجان بالأماكن الموجودين بها والمدن الموجودين بها، وهذا ساعد كثيرا على تشجيعهم من أجل المشاركة، وهذا ما جرى. لذلك أعلى نسبة مشاركة للوافدين ستكون في هذه الانتخابات، وأتصور أن اليومين المقبلين سيشهدان مزيدا من التدافع من أجل الإدلاء والمشاركة، وهذا في النهاية سيصب في مصلحة هذا الاستحقاق، وسيعطي انطباعا إيجابيا عن التحول الديمقراطي في مصر سواء على مستوى الإقليم أو على المستوى العالمي ككل. بشكرك دكتور بشير فتاح، شكرا جزيلا.